في توجه حكومي نحو إنعاش سوق السيارات والاستفادة من الكهرباء في الأردن والتخفيف من الفاتورة النفطية ودعم قطاع الشباب بإمكانية الحصول على سيارة بسعر مناسب، خفضت الحكومة الأردنية الضرائب المفروضة على السيارات التي تعمل على نظام الكهرباء، وألغت ضريبة الوزن واستعاضت عنها بضريبة 4% من قيمة المركبة. هناك فائض من الكهرباء تنتج المملكة من شركات التوليد، بدال ما نخلي هذا الفائض مركون لجانب، خلي نشجع امتلاك سيارات الكهرباء أكثر من ما كان في الماضي، وأن نتوخى التصاعدية في الرسوم والضرائب، إضافة إلى إلغاء إلى تخفيض نسبة ضريبة الوزن وإعادة نسبة الاستهلاك إلى ما كانت عليه قبل عام 2017. هذه كلها عوامل أساسية ودافعة لحركة التنشيط وإعادة الحياة النشاط لهذا القطاع الذي شهد ركود بالسنوات الأخيرة. وكان سوق السيارات يعاني من ركود بعد فرض ضريبة 25% على السيارات التي تعمل بنظام الكهرباء بداية العام الماضي، الأمر الذي أثر سلباً على حركة تخليصها في المنطقة الحرة، في الوقت الذي بدأ فيه يرتفع الطلب على هذا النوع من المركبات، حيث استورد الأردن 21,000 سيارة بنزين خلال العام 2018، بينما بلغ عدد السيارات الكهرباء حوالي 9,000 سيارة. بتأمل إنه هذا السوق ينتعش، ومن هون الفترة هاي إن شاء الله إنه يكون في حركة وحركة ممتازة، ومن هون لواحد واحد رح يكون في جمرك، بس مش بهذيك الكميات، لأنه حاليا المنطقة الحرة ما فيها سيارات كهرباء ولا فيها. بالرغم إنهم لازم كمان ركزوا وشالوا اللي هي الضريبة الإضافية اللي أجت 5% على سيارات الديزل. هذا ودخل قرار تخفيض الضريبة على سيارات الكهرباء حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث من المتوقع انتعاش لهذا القطاع الهام والذي يمس الشريحة الأكبر وهي ذوي الدخل المتوسط والمحدود. خطة تحفيز الاقتصاد الأردني من أجل إنعاش القطاعات التي تمس أكبر شريحة في المجتمع تعمل وبشكل متوازن مع دعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار من أجل تحسين معيشة المواطن الأردني. دمى الكردي، قناة الغد، عمان.